هنبتدي مع بعض في أول مجموعة أمراض من خريطة الأمراض أو سكيمة الأمراض اللي احنا كنا عاملينها في الجدول اللي فات، اللي هي الـ Infective Acute Conjunctival Diseases. الخانة دي كانت متقسمة معانا لأربع أمراض: الميوكوبيوريلنت والبيوريلنت الممبرنس والفيرل. هنبتدي بقى مع بعض بالميوكوبيوريلنت كونجنكتيفايتس. ايه بقى الأورجانيزم اللي بيسبب الانفكشن في الكونجنكتيفا؟ عندي أورجانيزم مهم جدا 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 اسمه في الام سي كيو، هو الكوكويكس باسيلس او الهيموفيلس ايجيبتيكس. مهم جدا لانه منتشر في مصر وبيعمل وباء او ابيديميك خاصه في شهر ابريل ومايو وسبتمبر واكتوبر، لان في الفتره دي الفلايز اللي بتنقل الأورجانيزم ده بتبقى كتيره في الفترات دي. كمان بيقولك ان ممكن يعملها ستاف وستريبت ونيوموكوكاي. لما بيجي في الام سي كيو الحاجات اللي بتسبب الميوكوبيورنت كونجنكتيفايتس في الوينتر او بيعمل ايبيديميك في ايوروب، لان اوروبا بيبقى فيها وينتر بيبقى فيها سقيع كتير، ففي الفتره دي النيوموكوكاي هي اللي بتسبب الميوكوبيورنت. يبقى النيوموكوكاي دايما بتبقى مشهوره بكلمه وينتر، وينتر نيوموكوكاي على طول. اما بقى الستاف عكسها، الستاف بتحب الصيف، الستاف بتحب السمر او بتحب الصيف. فلو جه في الام سي كيو ان مين اللي بيعمل ميكوبيورين كونجنكتيفايتس في السمر، هتبقى نختار الستاف. طيب يبقى دلوقتي الكوزيتيف اورجانيزم عندي اللي هيعمل لي انفكشن يا اما الكوكويكس باسيلس وده في ايجيبت، يا اما النيوموكوكاي ده في ايروب علشان بيبقى فيه برد، او ستريبت او ستاف والكلام ده بيبقى في السمر. طيب ندخل بقى في الكلينيكال بيكتشر. عندي اول حاجه ده انفلاميشن او انفكشن، فالطبيعي قوي ان هو هيعمل لي حاجتين، هيعمل لي ايديما وهيعمل لي هايبر ايميا. الايديما دي موجوده في مكانين، هنا ده اسمه ايديما في الكونجنكتيفا، والايديما اللي في الكونجنكتيفا دي بنسميها كيموزس. تاني حاجه ايديما في الايليد في جفن العين، والهايبر ايميا طبعا موجوده في الكونجنكتيفا اللي سميناها في الفيديو اللي فات كونجنكتيفال انجكشن، لان طبعا انجكشن ده يعني زياده في البلود فلو في الارتريز علشان الاميونيتي سيلز توصل بسرعه لمكان الانفكشن. يبقى ايديما وهايبر ايميا، ايديما في الليد وفي الكونجنكتيفا وهايبر ايميا في الكونجنكتيفا. في الحالات السيفير قوي ممكن نشوف بيتيكال هيمرج، نقط كده من الهيمرج او نقط من الدم، ودي في الحالات السيفير. اهم بقى حاجتين في الميوكوبيورنت كونجنكتيفا ان احنا نوصف الديستشارج اللي احنا شايفينه، ونقول ان الديستشارج ده بيلزق الرموش في بعضها. اول حاجه الديستشارج ميوكو بيوريلنت، ميوكو يعني بيتكون من ميوكس، بيوريلنت يعني ليوكوسايتس. بعد كده هنزود حاجتين التيرز والسيرم، المكونات دي مهمه جدا وبتتسال في الامتحان، اربع حاجات ميوكوس وليوكوسايتس تيرز وسيرم. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصوره كده ان الديستشارج ده بيعمل جلوينج للاشز مع بعضها، بيلزق الرموش في بعضها، وخاصه في وقت المورنينج لما بتصحى الصبح من النوم، لان طبعا طول الليل الديستشارج ده قاعد يتكوم على الرموش ويلزقهم في بعض وانت في السوباين بوزيشن. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتي زي اي انفلاميشن، عندي ايديما في الايليد وايديما في الكونجنكتيفا بنسميها كيموزس، عندي هايبر ايميا في الكونجنكتيفا، وعندي بيتيكال هيموريدج في الحالات السيفير، وعندي بقى نوع الديستشارج، عندي ميوكوبيورولنت ديستشارج بيتكون من ميوكس وتيرز وسيرم وليوكوسايت، واخر حاجه الديستشارج ده بيعمل جلوينج لللاشز توجذر خاصه وانت صاحي من النوم. الكومبليكيشن بقى بتاعه الميوكوبيورولنت كونجنكتيفايتس ان هي تعديلي الكورنيا، هتعديلي الكورنيا لان الكوكويكس باسيلس ليه القدره ان هو ينفيد الابيسيليوم بتاع الكورنيا. هتعديلي الكورنيا لان هي بتعمل كيموزس، الكونجنكتيفا بتعمل ايديما، الايديما دي بتعليلي الكونجنكتيفا على مستوى الكورنيا، فتخليلي الديستشارج اللي على الايديما ده يقع على الكورنيا بسهوله، تخليلي الديستشارج ياكيوميليت على الكورنيا، فبالتالي الكورنيا هتتعدى من الكوكويكس باسيلس نفسه لانه بينفيد الابيسيليوم، وكمان الكيموزس اللي بيطلع على مستوى الكورنيا ده بيزحلق الديستشارج على الكورنيا، بيعمل لي كورنيا الالسر زي ما انا رسمه قدامكم بالظبط. ودي مهمه جدا 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 ان احنا نعرف ان هي بتبقى سوبرفيشال مارجنال وشكلها كريسنتريك على شكل هلال. طيب هنعمل تريتمنت للموضوع ده ازاي؟ قبل ما نعمل تريتمنت للموضوع ده لازم ان احنا نعمل الاول بريفنشن. البريفنشن عندي مكون من اربع حاجات، اول حاجه ان احنا نكومبيت الفلايز، الفلايز اللي هي اصلا بتنقل لي الاورجانيزم ده، لو احنا قضينا عليها كده الاورجانيزم مش هيعرف يوصل لنا. بعد كده احنا طبعا بنهتم بالجود بيرسونال هايجين واستخدام السيبر تاولز، لان الانسان لو ما حافظش على نفسه واستخدم فوطه هو بس كده هيعدي كل اللي في البيت بالمرض اللي عنده. طيب بروتكت الاذر اي، احنا لما لو كان الحاله يونيلاترال يعني عين واحده بس هي اللي فيها ميوكوبيورنت كونجنكتيفايتس، لما بيجي يحط عليها انتي بايوتيك ما بيحطش على العين دي بس، بيحط كمان على العين الثانيه علشان ما تتعداش منها.
يبقى دي الحاجات ال preventive measures. طيب ال treatment نفسه بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنشيل ال discharge. هنشيل ال discharge بايه؟ يا اما ب sterile water يا اما ب boric acid lotion 4%، وده بنسميه البيبي شامبو، وده علشان يشلي او ينظف لي الاي من الديسشارج. وبعد كده الهوت فومنتيشن، لان الاساس في العلاج عندي هيبقى انتيبيوتيك، وقلنا ان الهوت فومنتيشن دي بتسرع او بتحسن من الافكت بتاع الانتيبيوتيك وبتخليه ياثر اكتر في العين، وكمان هي بتعملي فازو دايليتيشن على الفيزلز فبتزود الاميونيتي فبتسرع اكتر في الريليف. يعني تالت حاجه بقى الانتيبيوتيك، وهو الاساس بتاع التريتمنت معانا، انا بدي لوكال انتيبيوتيك وبدي كمان سيستميك انتيبيوتيك لو الحاله عندي سيفير. طيب اللوكال انتيبيوتيك بيتقسم لحاجتين، اول حاجه اي دروبس وتاني حاجه اوينتمنت. الاي دروبس هننقي منهم كده ثلاثة نحفظهم، سلفاسيتاميد 10%، جنتامايسين وتوبرامايسين. طيب الاوينتمنت بقى عندي تيرامايسين وتوبرامايسين. طيب بنفضل ليه الاوينتمنت او المراهم عن الاي دروبس؟ اول حاجه لانه لونج اكتنج، بيستمر كتير على العين بافكت الانتيبيوتيك بتاعه. تاني حاجه ان هو بيبريفنت الجلوينج بتاعه اللاشز، اللي ما يلزقش الرموش في بعضها لفتره اطول. كمان بيقلاو الاكزيت بتاع الديسشارج، يعني بيسهل لي ان انا اغسل الديسشارج او اشيله من على. رابع حاجه بقى الدارك جلاسز في حالات الفوتوفوبيا، وكمان عشان نحافظ على الكورنيا. اهم حاجه بقى عندي ان انا ما احطش باندج في حالات الميوكوبيورنت كونجنكتيفايتس، وبتيجي ام سي كيو كتير. طبعا انا لو لزقت باندج كده زي الصوره دي، حاله انفكتيف وفيها ديسشارج، يعني ديسشارج هيبتدي اكيوميليت اكتر على العين، وكمان الاورجانيزم هياخد فرصته بقى ان هو يملتيبليكيشن اكتر، فكونتر انديكيتد وضع الباندج في الحاله دي. خلصنا كده الميوكوبيورنت كونجنكتيفايتس، ندخل بقى في التاني حاجه البيوريلنت كونجنكتيفايتس. هنتكلم عن البيوريلنت كونجنكتيفايتس لما بيجي في الادلت، وهنتكلم عليه لما بيجي في التشيلدرن، وساعتها لما بيجي في التشيلدرن بنسميه اوفثالميا نيوناتورم. يبقى البيوريلنت كونجنكتيفايتس في ادلت تايب وفي اوفثالميا نيوناتورم، يعني لما بيجي في التشيلدرن. اول حاجه لما بيجي كادلت تايب عندي، بيبقى الكوزيتيف اورجانيزم اللي عامل لي الانفكشن ده هو الجونوكوكاي بنسبه من 60 ل 80%، ودي ام سي كيو من هنا للصبح. ممكن كمان بقى يعملوا الستاف والستريبت او يكون ميكسد انفكشن، بس نمبر 1 كده عندي هو الجونوكوكاي. يبقى الاورجانيزم بتاع الميكوبيوريلنت كونجنكتيفايتس هو الكوكويكس باسيلوس، والاورجانيزم بتاع البيوريلنت كونجنكتيفايتس هو الجونوكوكاي، وناخد بالنا كويس قوي من الحاجات دي لانها ام سي كيو. طيب الاورجانيزم هيوصل ازاي للعين؟ قلنا زي الميكوبيورنت كونجنكتيفايتس كده، ممكن فلايز، ممكن كونتامينيتد تاولز، سواء كان للعين التانية او لواحد تاني نشف مثلا عينيه بنفس الفوطة، او الدست اللي في الهواء، او الجينيتلز عن طريق الهاندز من الجينيتلز للاي. طيب بعد كده بقى الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر هنا متقسمه لي على 3 ستيجز. اول ستيج عندي لما الاورجانيزم يهاجم ينفيد الكونجنكتيفا، عم السيمتومز تظهر دي الفترة اسمها incubation period، ودي بتكون تقريبا من few hours لحد 3 ايام كده عم تبتدي السيمتومز تبدأ. يبقى دي اول stage. تاني stage عندي هو الستيج بتاع الانفلتريشن، بيكون فيها إديمة. الإديمة برضو في الكونجنكتيفا اللي كنا سميناها كيموزس، وكمان في اللد، ومش بس إديمة في اللد، لا، لكن لما بحط إيدي على اللد بيبقى فيه تندرنس، الجفن عينه بيوجعه، كمان بيبقى فيه هايبر إيميا في الكونجنكتيفا، ممكن توصل في السيفير لان يحصل فيه هيموريدج، يتكون هيموريدج تحت الكونجنكتيفا اسمه سب كونجنكتيفال هيموريدج. والعين في المرحله دي بتبقى عليها يا اما ووتري ديسشارج يا اما ميكويد ديسشارج. اهم حاجه بقى وبتيجي كتير جدا في الام سي كيو، الانلارجمنت والتندرنس اللي بيحصل في البري اوريكولر لينف نود، دايما بتيجي في الام سي كيو كده، ايه المرض اللي بيحصل فيه انلارجمنت في البري اوريكولر لينف نود؟ هنختار البيوريلنت كونجنكتيفايتس، لان تقريبا ده الانفكشن الوحيد في الكونجنكتيفا اللي بيعمل انلارجمنت في الليمف نود، فعشان كده بيبقى مميز وبيتسال كتير. طيب اخر مرحله بقى او ثالث ستيج هو الستيج اوف ديسشارج. طيب في المرحله دي بتبتدي الاديمه اللي موجوده في الايليد تقل جدا، ويكتر بقى الدنسيتي او التنس بتاع الايليد، الايليد يبقى مشدود اكتر وبينفل وبيوجع اكتر. هيقل كمان الإديمة بتاعة الكونجنكتيفا، وتبتدي تزيد الهايبر إيميا بتاعتها، وتظهر البابيلي بتاعتها زي ما احنا هنشوف في الصورة دلوقتي.
الإديمة بتاعة الكونجنكتيفا هتقل وتبتدي تبقى هايبر إيميك قوي، تحمر جدا، ويظهر فيها البابيلي دي. البابيلي دي بتبقى فيلفت لايك، فيلفت يعني لونها أحمر. يعني البابيلي زي ما احنا كنا بناخدها في الباثولوجي بتبقى عبارة عن فاسكولار كور، بلاد فيزلز كده في الكور أو في السنتر بتاع البابيلي، والكوفرينج بتاعتها بتبقى بروليفريتيف ابيثيليوم أو هايبربلاجيا في الابيثيليوم، والبرفيوز بقى بيوريولنت ديستشارج بيبان في المرحلة دي زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسم. طيب اخره البيوريولنت كونجنكتيفايتس ده ايه، او الكومبليكيشنز بتاعته ايه؟ اول حاجه يا اما هو هيخف لوحده في خلال اسبوعين كده سبونتينيوسلي، يا اما هيخف من التريتمنت، ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن يقلب بحاله كرونيك، ممكن يقلب كرونيك، وفي الحاله الكرونيك دي بتبتدي الايليد والكونجنكتيفا سواء البالبيبرال او البالبر بيبتدي يبقى فيه سويلنج وريدنس فيها. تالت حاجة وتعتبر ككومبليكيشن اكتر ما هي فيت، هي الكورنيا الالسر، تبتدي الكونجنكتيفا تعدي الكورنيا. الالسر اللي بتبقى في الكورنيا هنا بتبقى رينج الالسر، الالسر بتاعة الميوكوبيوريولنت كونجنكتيفايتس كانت عبارة عن كريسنتريك الالسر على شكل هلال، هنا البيوريولنت كونجنكتيفايتس الالسر بتاعتها على شكل رينج لايك، هنا ممكن تيجي سنترال او مارجنال مش مشكلة. طيب الالسر دي ممكن تعمل لي بيرفريشن ككومبليكيشن للالسر، والبرفريشن طبعا الكومبليكيشن بتاعته زي ما خدنا في شابتر الكورنيا بيعمل لي بقى بانوفسالمايتس، يعني بينقل لي الانفكشن في العين كلها، وكمان بيعمل لي سكار في الكورنيا، والسكار ده بيضعف الكورنيا وبيعمل لها بلجنج بنسميه انتيريور استافيلوما، وشرحناها كويس في شابتر الكورنيا. اخر كومبليكيشن ايريدوسايكلايتس، ده عباره عن انفلاميشن في السيلياري بودي، واللي هناخده بالتفصيل في شابتر اليوفيا. طيب التريتمنت عندي بالظبط زي الميكوبيورين كونجكتيفايتس، بريفنتيف ميجرز الاول، زي ايه البريفنتيف ميجرز؟ اللي احنا نكومبيت الفلايز اللي بتنقل لي الاورجانيزم، ان احنا نحافظ على البيرسونال هايجين وسيبريت التاولز علشان ما نعديش العين التانية او ما نعديش اذر بيرسونز تانيين موجودين في البيت، طبعا هيلثي سيكشوال هابتس علشان هي بتتنقل من الجينيتالز، وعندي كمان كيرفول ديسانفكشن للفينجرز. وبالظبط زي الميكوبيورنت كونجنكتيفايتس ان احنا بنستعمل بروفيلاكتيك انتيبيوتيك في الاذر اي، لما نيجي نحط انتيبيوتيك ما يبقاش في الاي التعبانه بس، لا في الاي السليمه كمان علشان ما تتعداش. التريتمنت برضو هيبقى نسخه من الميكوبيورنت كونجنكتيفايتس، ان احنا بنعمل ووشنج للديستشارج ده، يا اما بستيرايل لوشن يا اما بالبوريك اسيد لوشن 4% ده اللي هو البيبي شامبو. بعد كده الانتيبيوتيك عندي لوكال انتيبيوتيك وسيستميك انتيبيوتيك في الحالات السيفير، واللوكال ده في عندي منه دروبس وفي عندي منه اوينتمنت، وعرفنا ليه بنستخدم الاوينتمنت احلى. هنحط بقى 50,000 شرطة كده بالعدد على السيستميك انتيبيوتيك اللي عندي اللي هو السيفترايكزون، لان ده بتاع الجونوكوكاي اللي هي اصلا اشهر اورجانيزم بيعمل لي البيوريولنت كونجنكتيفايتس ده. طيب بعد كده نستخدم دارك جلاسز في الحالات اللي فيها فوتوفوبيا، في الحالات اللي فيها كومبليكيتد كورنيال ألسر لازم نحط لها اتروبين، وطبعا ما نستخدمش باندج لان عرفنا ان الباندج ده بيعمل اكيوميليشن للديستشارج وكمان مالتيبليكيشن للاورجانيزم. انتيبيوتيك البيوريولنت يا ولاد هو السيف ترايكزون، بيجي ام سي كيو كتير جدا جدا جدا. نيجي بقى للاوفسالميان يوناتورم اللي هو البيوريولنت كونجنكتيفايتس، لما بتيجي للتشيلدرن بتجيلهم وهم عندهم شهر واحد، بتيجي في الفيرست مانس من حياتهم. اول لما بنلاقي يا ولاد ديستشارج نازل من عين البيبي الصغير في اول شهر بنتاكد ان ده مرض مش حاجه طبيعيه، لان اصلا في اول شهر لسه التيرز او الدموع ما بتكونش لسه تكونت عند البيبي. ففي الحاله دي بنشك في حاجتين، يا اما الاوفسالميا نيوناتورم دي، يا اما حاجه تانية اسمها الكونجنتال داكريوسيستايتس، وده بيبقى انسداد في القنوات الدمعيه بتاعه العين واللي شرحناه كويس قوي في شابتر اللاكريمال. الكوزيتيف اورجانيزم هنا يا اما هيبقى بكتيريال، طبعا جونوكوكاي او ستريبت او ستاف او نيمونيا، هيبقى ممكن كمان فيروس هربس سيمبلكس او ادينو فيروس، وممكن كمان يبقى كلاميديا. بنشخص طبعا الحاله دي اول حاجه ان احنا بنشوف الكلينيكال بيكتشر قدامنا اللي احنا قسمناها على 3 ستيجز اللي هي الانكيوبيشن بيريود وستيج اوف انفيلتريشن والستيج بتاع الديستشارج. بعد كده ممكن ناخد كونجنكتيفا لسمير عشان نتاكد بالظبط، بناخد كده زي مسحه من الكونجنكتيفا وبنحللها، بنلاقي فيها البكتيريا وبنلاقي فيها انكلوجن بوديز بتاعه الكلاميديا وبتاعه الهربس على حسب مين اللي عامل الانفكشن. كمان ممكن بنعمل حاجه اسمها الاميون فلوريسنت تيست، ده بيطلع لي الكلاميديا لو كانت هي السبب في الانفكشن. البريفنشن بقى هنا يا ولاد مختلف، وبما انه مختلف فهيبقى ده معرض ان هو يجي سؤال في الانيوميريت كتير جدا.
اول حاجة لازم نعالج المزر قبل ما تولد من الهيربز اللي بيبقى عندها او من اي بكتيريا عندها في السيرفكس، خاصة لو هتولد طبيعي، لان هي لما بتولد طبيعي طبعا الكونجنكتيفا بتاعت البيبي بيحصل لها كونتامينيشن من اي فيروس او اي بكتيريا في السيرفكس، فخصوصا لو كان عندها هيربيتك سيرفكتايتس لازم تتعالج منها قبل اما تولد. وطبعا البيبي اول لما بنتولد لازم نعمل له ووشنج كده فروم اباف تو داونورد، ونحط له قطرات على عينه من البنسلين او اي برود سبيكتروم انتيبيوتيك لمده اسبوع. يبقى البريفنشن هنا ان احنا نعالج الام من اي انفكشن او اي هيربس او بكتيريا موجوده في السيرفكس، وان احنا لما البيبي يتولد نعمل له ووشنج من الاباف تو داونورد ونحط له قطرات في عينيه من برود سبيكتروم انتيبيوتيك. والتريتمنت عندي كالعاده بنعمل ريموف للديستشارج، وبنحط انتيبيوتيك سواء كان لوكال او سيستميك، والسيستميك ده في حالات السيفير، واللوكال عندي دروبس او اوينتمنت، وفي الاخر بنحط اتروبين لو كان في كورنيال كومبليكيشنز. خلصنا الميوكوبيورولنت كونجنكتيفايتس والبيوريولنت كونجنكتيفايتس، نخش بقى في الممبرينس كونجنكتيفايتس. الكوست اوف اورجانيزم هنا هو الدفتيريا، وطبعا الاطفال دلوقتي بقوا بيطعموا كويس جدا ضد الدفتيريا، فعشان كده بقى مرض رير شويه، يعني الاطفال اللي هم بس نون اميونايزد مش متطعمين هو اللي بيجي لهم الدفتريتك او الممبرينس كونجنكتيفايتس. الكلينيكال بيكتشر هنا برضو هتبقى على شكل ستيجز. اول حاجه الانكيوبيشن بيريود، الانكيوبيشن بيريود هنا برضو من فيو اورز تقريبا من 12 ساعه لحد 3 ايام. بعد كده الدفتيريا بتعمل سيستميك مانيفيستاشن كسيستميك انفكشن، بتعمل لي فيفر وهيدك وماليز، وكمان بتعمل لي انفكشن في الثروت وفي النيزو فارينكس. طبعا الكلام ده ملناش دعوه بيه قوي، احنا عايزين بقى الاوكيولر مانيفيستاشن. الاوكيولر مانيفيستاشن عندي هتبقى برضو ستيج اوف انفيلتريشن وستيج اوف ديستشارج. اول حاجه الستيج اوف انفيلتريشن بيقعد تقريبا من 5 ل 10 ايام. اول حاجه في الجفن العين او الايلت بيبقى فيه ايديما، بيبقى فيه ريدنس، بيبقى فيه تندرنس لما بحط ايدي عليه، كمان لما بحط ايدي عليه بحس بكونسيستنسي انديوريشن، يعني بكونسيستنسي هارد او فيرم، حاجه صلبه تحت ايدي. الكونجنكتيفا بقى هيبقى فيها ايديما اللي احنا بنسميها كيموزس، وكمان هتبقى كفرد بييلوش اكسيوديشن، بيبقى فيها اكسيوديت، والاكسيوديت ده بيبقى لونه ييلوش. اهم حاجه بقى عندي الترو ممبرين اللي قدامنا ده اللي بيبقى كفر الكونجنكتيفا كلها، كل البابيبر الكونجنكتيفا او بيكفر حته منها، بيبقى زي الباتش كده عليها. اللي قدامنا هنا تقريبا مغطي كل البابيبر الكونجنكتيفا. الممبرين ده بيبقى ترو ممبرين وبيبقى لونه جرايش يلو ان كلر، وساعات كمان بيبقى عليه الاكسيوديت اللي هو اليلوش اكسيوديت اللي بيبقى موجود على الكونجنكتيفا. وبعد كده الستيج بتاع الديستشارج، واحنا بنقول في الستيج دي بتبتدي الايديما تخف والهايبر ايميا تزيد، يبقى بيبتدي الهايبر ايميا تزيد في الكونجنكتيف. والديستشارج بقى عندي عبارة عن بيوريلنت بلود ستيند ديستشارج، يعني بيوريلنت ديستشارج فيه بلود وكمان فيه بيسز من السلافد ممبرين، الممبرين اللي بيتقطع بيبقى موجود في الديستشارج ده، يبقى الديستشارج بيوريلنت وفيه بلود ستيند وكمان فيه بيسز من الممبرين. طيب بما ان الممبرين ده ترو ممبرين، انا لما هاجي اشيله هيسيب مكانه شويه بليدنج بسيط جدا بجرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو احنا عارفين ان ده عباره عن شويه بلود فيزلز وكمان شويه كونكتيف تيشو، فهو هيسيب تحته سيبتك جرانيوليشن تيشو وعليه اكسيوديت بيبقى يلوش اكسيوديتيف بس. طيب اهم سؤال اللي ممكن يجي عندي انيوميريت هو اللوكال كومبليكيشن بتاع الممبرينس كونجنكتيفايتس ده. الرسمه اللي قدامي دي هنا في باتشي ممبرين، الرسمه اللي فاتت كان الممبرين واخد كل البالبيبرال كونجنكتيفا، لكن هنا واخده شكل باتش. الكومبليكيشن بتبقى اكتر لما يكون الممبرين واخد كل البالبيبرال كونجنكتيفا. طيب عندي الكومبليكيشن بتبقى عباره عن حاجه اسمها السيكاترايزيشن. السيكاترايزيشن ده يعني ايه؟ احنا قلنا لما الممبرين ده بيتشال بيسيب تحته جرانيوليشن تيشو، الجرانيوليشن تيشو ده هيهيل بايه؟ هيحصل له طبعا هيلينج بالفايبروزس، فالفايبروزس ده هو اللي هيعملي تقريبا كل الكومبليكيشن. اول حاجه السيكاترايزيشن او الفايبروزس بيعمل ايه على جفن العين؟ اول حاجه الفايبروزس اللي بيبقى في الكونجنكتيفا من جوه ده بيشد جفن العين لجوه، يعني هيعمل لي انتروبيان. لما هيشد جفن العين على جوه، جفن العين كله الترسس بالليد مارجن هيتشد على جوه، الليد مارجن طبعا عليه الايلاشز رموش العين، فرموش العين كمان هتدخل على جوه، والمرض ده طبعا اسمه تريكيزس عرفناه في الايلد. كمان الفايبروزس ده ممكن يلزق البلبر كونجنكتيفا بالبلبيبرال كونجنكتيفا، وده اسمه سيمبليفرون، وبرده شفناه في حاله الايلد في شابتر الايلد.
طيب تاني حاجة السيكاترايزيشن او الفايبروزس يعمل لي ايه في اللاكريمال سيستم؟ الفايبروزس ده ممكن يقفل لي الدكتس او القنوات الدمعية بتاعت اللاكريمال سيستم، كمان ممكن يعمل لي فايبروز على اللاكريمال اكسسوري جلاندس. احنا قلنا الاكسسوري لاكريمال جلاندس دي او الجلاندس اوف كروس موجودة في منطقة الفورنكس، يعني اخر البلبيبرا الكونجنكتيفا وبداية البلبر الكونجنكتيفا. فلما يحصل لها فايبروزس طبعا هيبتدي يحصل زيروزس، يعني نشفان في العين، السكريشنز بتاعت الجلاندس دي ما عادش بيطلع طبعا لان الجلاندس دي خلاص حصل لها فايبروزس. طيب تاثير السيكاترايزيشن او الفايبروزس على الكونجنكتيفا برضو هيبقى فيه زيروزس، لان طبعا سكريشنز الجلاندس دي كانت بترطب لي الكونجنكتيفا، هيحصل فيه سمبليفرون، الفايبروزس هيبتدي يلزق البلبل بالبلبيبرا الكونجنكتيفا، هيحصل فيه حاجه اسمها السودوتريجيوم واللي هنعرفها كويس جدا في اخر الشابتر. الكومبليكيشن كمان بتبقى على الكورنيا، بيبتدي يحصل كورنيال ألسر، كورنيال زيروزس، وكمان كورنيال فاسكولارايزيشن. طيب طبعا لازم نعمل بريفنشن للمرض ده علشان الدفتيريا من السهل جدا ان هي تنتشر، فلازم اولا ان احنا نعمل immunization against الدفتيريا، لازم نطعم الاطفال الصغيرين كلهم ضد الدفتيريا دي. كمان لازم نعمل isolation للpatients لان المرض ده هتعرفوه في الكوميونتي ان هو سهل جدا ان هو ينتشر، فعشان كده لازم نعمل isolation للpatients دي في غرف عزل في المستشفى. التريتمنت بقى عندي بيبقى كومبليت بيد ريست، وبنفضل بقى ندي في الانتي ديفتريتك سيرم والانتي بايوتك سواء كان لوكال على الاي او كسيستميك، وكمان لو حصل فيه كورنيال كومبليكيشن بقى بنبتدي ندي اتروبين. يبقى خلصنا الميوكوبيورولنت كونجنكتيفايتس، بيورولنت كونجنكتيفايتس، ممبرينس كونجنكتيفايتس. لسنا بقى اخر حاجه الفايرال كونجنكتيفايتس، ودي اخر مرض في المجموعه بتاعتنا النهارده اللي هي كانت مجموعه الانفكتيف اكيوت كونجنكتيفال ديزيز. الفيروس كونجنكتيفايتس يا ولاد من اهم الفيروس اللي بتعملها هي الادينو فيروس. الادينو فيروس ده بيعمل لي حاجه اسمها الابيديميك كيراتو كونجنكتيفايتس، وبيجي في الام سي كيو كتير جدا جدا جدا. كيراتو يعني كورنيا، كونجنكتيفا يعني كونجنكتيفا، وايتس يعني انفلاميشن، يعني الانفلاميشن اللي بيعمله بيبقى على الكورنيا وكمان على الكونجنكتيفا. الادينو فيروس ليه القدره ان هو يعمل ابيديميك لان هو بينتشر عن طريق دروبلت انفكشن، يعني مثلا ممكن من عطسه واحده بس الانفكشن يتنقل للي قدامي، فعشان هو سهل في الانتشار بتاع الانفكشن فممكن يعمل ابيديميك. ابيديميك يعني وباء بيحصل في فتره صغيره جدا، يقدر ان هو ياخد ناس كتير جدا تانفكت بيه، يعني يبقى بيعمل ابيديميك، بيتنقل بالدروبلت انفكشن، بيعمل لي حاجه اسمها ابيديميك كيراتو كونجنكتيفايتس. في بقى فيروسز تانية ممكن تعمل فيرال كونجنكتيفايتس زي الهربس سيمبلكس والانتيرو فيروسز، وكمان عندي شوية فيروسات بتعمل اكيوت فيرال انفكشن زي الميزلز والانفلونزا والمامبس. اهم حاجة في المرض ده هو ان هو بيكون فوليكلز زي اللي موجودة قدامنا كده بالظبط على الكونجنكتيفا، اسمها فوليكولر كونجنكتيفا. الفوليكلز دي بتبقى عبارة عن ايه؟ شوية لينفوسايت كولكشن بتحصل مع الفيرال كونجنكتيفايتس، ودي مهمة جدا 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 في الام سي كيو. الكونجنكتيفا بقى بيحصل فيها ايه تاني؟ ممكن يحصل فيها ايديما، ممكن يحصل فيها هايبر ايميا، ممكن يحصل فيها هيمرج. يبقى عندي تقريبا خمس حاجات على الكونجنكتيفا: هايبر ايميا وايديما وهيمرج وفوليكولر كونجنكتيفايتس، دول اربع حاجات. اهم حاجه بقى بتميز الفيرال كونجنكتيفايتس ان الديسشارج بتاعه ووتري ديسشارج، بيقولك بقى ان هو ممكن يبقى بيورنت او ميكو بيورنت، تعتبروا نفسكم مش شايفينها اصلا. اهم حاجه بتميز الفيرال ان السكريشنز او الديسشارج بتاعته بيبقى ووتري، لكن البكتيريا بتبقى بيورنت او ميكو بيورنت. طبعا الموضوع بيبقى فيه فوتوفوبيا، لو هيكومبليكيت هيعمل لي ألسرز على الكورنيا بنسميها ايبيثيليال كيراتايتس، ودي اللي احنا قلنا عليها بتعملها الادينو فيروس اللي هو الكيراتو كونجنكتيفايتس. طبعا اي حاجه بتبقى فايرال بيبقى معروف عنها ان هي بتبقى سيلف ليميتد وسبونتينيوس كده بتروح لوحدها تقريبا بعد 7 او 14 يوم. هنعالجها بانتي فايرال اسايكلوفير، ولو كان في كورنيال كومبليكيشن طبعا بنحط عليها اتروبين.